سلام، معكم ايفي مربوح مراسلة واضح بالمغرب. اليوم غتكتشفوا معنا مدينة فاس. فاس اللي كتعتبر العاصمة العلمية ديال المغرب وحتى العالم العربي. المدينة اللي في العمر ديالها اكثر من 12 قرن. ما نطولش عليكم، فولومي. هادي دار الطباغة، من الأول ديال الجلد ديالو كيجي فيه الجلد مملح، كيتحشى في الماء، من بعد الماء كيتندر في الجير، من بعد الجير كيتندر في الزبل، ومن بعد الزبل كيتندر في النخالة. المرحلة الرابعة هي هادي الطبق. المدينة القديمة القيصرية فيها العديد من الحوايج اللي نقدروا نكتشفوها. خليكم معنا. كاينه 8800 وحدة إنتاجية وتجارية هنا داخل فاس، لأن فاس كزخم يعني كمادة ديال كمادة داخل السور كتحتوي على 443 هكتار، فيها 168 مسجد، فيها 120 فندق، الفندق الاخر فيه 16 محل، وكاين الفندق اللي فيه 90 محل. هادو كلهم محلات ديال الصناعه كانوا معروفين بالانتاج. المدينة القديمة ديال فاس اللي معروفة كذلك بالأسواق الشعبية ديالها، وكذلك بعض المنتوجات والمأكولات التقليدية والشعبية. إلا بغى يقلب شي واحد على شي مأكولات تقليدية ضروري خصو يجي لمدينة فاس، لا من الخضر ولا من اللحوم ولا من أي حاجة. حلويات كما كتشوف رمضان، الشباكية، البريوات، جميع هادشي كامل كله كيتواجد في مدينة فاس. تيتي وزوين يعجبك على حساب. كيف ما كتشاهدوا معنا، اللي جا لمدينة فاس خاصو ضروري يجي وياخذ الخليع. حنايا كنتواجدوا بالضبط امام باب جامعه القرويين، واللي كذلك عندها 14 باب اخر. هذه الجامعه تاسست سنه 859 من طرف فاطمه الفهريه. وصلنا لنهاية الحلقة من فولومي. نتناكم في التعليقات باش تقولوا لي المدن اللي بغيتوا تزوروها في المغرب. تهلاو فراسكم.